السلام عليكم، أسعد الله صباحكم. موجودة في أعلى القمم، درجة الحرارة راح أحط لكم إياها الآن. هذا موقع الإفطار الموجود في الأوتيل، وإحنا قررنا نفطر قررنا نفطر برا الأوتيل. صار تغيير في الخطة، أمس قلنا لكم راح نجلس ليلتين في الأسبوع، والآن راح نسوي تشيك أوت من الأوتيل، راح نتمشى في الأماكن القريبة من البحيرة. راح نفطر إن شاء الله بإذن الله على هالإطلالة الجميلة في مقهى اسمه قولوا أماك شاي بهجسي، يعني حديقة الشاي. تبارك الله على الشباب مختارين هالطاولة ولا أروع، الله يعطيكم العافية. شقوا زي المنظر، على هالإطلالة الجميلة. هذا الطريق إلى المقهى خلف الجامع. تذكرون هالمطعم وهالكافي البسيط، العائلة البسيطة اللي توفر الإفطار على مجرى هذا النهر. راح أحط لكم إحدى. هذا صاحب الكافي والبيت، العام جيناه وقبل العام جيناه واليوم جيناه، وهذه بنوته بنته مريم. سارة. سارة. سارة إيش تسوين أنتي؟ سارة كافي ساري 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 خبصت الدنيا ساري. جاي بصور وجت الأمورة سارة. كادي ما شاء الله الله يحفظك. بلا 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 هذا البيت يوفر فقط وجبة الإفطار، واللي حاب يجرب الإفطار خارج الفندق أنصح يجي هنا ويفطر على ضفاف النهر. وموقع البيت في الطريق إلى قرية دي مركابي. باي باي سارة. حاليا متواجدين في قرية دي مركابي، زي ما تشوفون الثلوج موجودة في القمم والخضار لسه في بداياته. طالعين الى مرتفعات سلطان مراد، تبعد المخرج عن قرية اوزنبول تقريبا 10 كيلومتر. الطريق الى مرتفعات سلطان مراد راح تحصلون هذا الشلال. وصلنا حاليا الى مرتفعات سلطان مراد.
هذه قمة مرتفعات سلطان مراد. هذه القرية الموجودة في مرتفعات سلطان مراد، في عدد من المطاعم وأيضا أوتيل إطلالة على هالمرتفع. هذا الشلال الاصطناعي موجود في الطريق إلى قرية الزنبل. حاليا متوجهين إلى إقامتنا في بناقة سويت أوتيل لمدة 4 ليالي. أمير، وصلنا إلى شقتنا، عبارة عن شقة فندقية ما شاء الله. Yes. In bathroom. It's your bathroom. ما شاء الله ما شاء الله. تشكر لك ربي. وأيضا هنا مطبخ صغير. وهذه غرفة النوم. عبارة عن شقق فندقية. أحلى ما عجبني هالجلسة.